العمانيون يرسمون مستقبل عمان، لا يرون سوى تحقيق النمو للوطن في نهضة متجددة. أيام يستقون مع عين برنامج خطوة للأمام، وهم ينظرون إلى تغيير مسارات العمل نحو الإنتاجية ليصلوا إلى نقطة التخرج لبرنامج أشرفت عليه وزارة العمل والشركة العمانية القطرية للاتصالات. البرنامج يمثل نقلة نوعية في مجال بناء القيادات. هذا البرنامج استهدف 24 مشارك موظف في وزارة العمل لتهيئتهم حتى يكونوا قادة في المستقبل. البرنامج يعمل على مشاريع تطبيقية عملية، وكذلك يعزز روح التنافس وروح العمل الجماعي. كل في وجهته الإدارية 24 موظفا مكنوا أداء مهنيا للنهوض بمستوى الأداء الفردي، وفي بيئة العمل يقودون الدفة، لا سيما أن سلطنة عمان تأخذ منحنى مختلفا في قادم السنوات. هذه الحلقات العمل التي تنفذها أريد عن طريق المجلس الثقافي البريطاني في منهج معتمد، وهي تعنى بمشاركة الجانب الحكومي المتمثل في الجهاز الإداري للدولة لتقديم مجموعة من البرامج التدريبية تخلص منها في تنمية وتحفيز الكادر الوطني العماني. من الأهمية بمكان تأسيس الكوادر الوطنية في شتى القطاعات، وهذا البرنامج ليعزز ويطور مهارات الموارد البشرية بشكل عام كقادة. الخريجون خرجوا بمشاريع إلى جانب التدريب المعتمد دوليا تمثلت بمنصة تعليمية تدريبية حديثة، ومشروع للإطارات العالمية بفكرة مختلفة، ومشروع كشتة، ومركز سيدتي للعناية بالسيارات الذي يخدم فئة النساء عبر تطبيق لتقديم الخدمة. بإمكانها أنها تكون في مقر عملها، ترسل واتساب أو عن طريق التطبيق اللي موجود أن عندي مشكلة، نجي نحن ناخذ السيارة من مقرها أو مكان تواجدها إلى المركز. فجاء هذا المشروع من هذا الناحية على أساس أنه يسهل الإجراءات للمرأة. الطريق إلى تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات لن يتوقف، فهم وقود التنمية، وبهم ستكون عمان كما يريد كل من يعيش على أرضها. سلطنة عمان تمضي نحو المستقبل بتقدم وثبات، يدير دفة نموها الكوادر الوطنية التي يعول عليها في ميادين العمل، وما برنامج خطوة للأمام إلا أحد البرامج التي تؤهل وتؤسس القيادات القادرة على إدارة المشهد الوطني بكفاءة واقتدار. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.